بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء، تلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي. حصة جديدة من حصص مادة اللغة العربية ودرس جديد. نبدأ درسنا. درس اليوم اللي هو الدرس 15 السين، هناخده حرف السين. هنتعرفوا على الحرف، كيفية كتابته بطريقة صحيحة، يعني رسمة الحرف على السطر، مواضع الحرف كحرف، بالإضافة إلى أمثلة على كل موضع، بالإضافة إلى الحرف مع الحركات الطويلة والحركات القصيرة اللي هي المدود والفتحة والكسرة والضمة. نبدأ مع بعض. كيفية كتابة حرف السين؟ طبعا كل حرف من الحروف زي ما علمتكم من أول حرف اللي هو الهمزة ليه رسمة معينة. الرسمة اللي هي كيفية كتابة، يعني شكل الحرف لازم تكتب على السطر بطريقة صحيحة، لأنك أحيانا تكتب الحرف وتشوف فيه تقول أنا كتبته، لكن أنت طريقة كتابتك للحرف خاطئة. أنا هنعلمكم رسمة الحرف وإن شاء الله تستفيدوا من الدرس. يلا نبدأ. هذه كراسة الإملاء مسطرة زي ما قلنا بطريقة أفقية، مسطرة مش تكتب في سطر، تترك سطر تنزل للسطر الذي بعد هذا. الكراسة بعلمك النظام، أنت صغير يعني تو حتبدأ بادي في الأساسيات، يعني بادي كيف تتعلم الكتابة. لما تتمكن من الكتابة الصحيحة ومن الخط الكويس تقدر تكتب حتى في ورقة بيضاء، لكن الخطوط هي باش تساعدني على النظام. يلا شوف، نأتي في بداية السطر سنة صغيرة إلى أسفل، بعدين نتجه بها إلى اليسار فوق شوية، سنة ثانية بالشكل هذا، السنة الثالثة ننزل بها إلى أسفل باتجاه اليسار بالشكل هذا. هذا حرف السين. ناخذ مثال ثاني، سنة إلى أسفل ثم سنة أخرى، بعدين السنة الثالثة ننزل بها إلى أسفل باتجاه اليسار. هذا حرف السين، حرف السين. يلا سنة إلى أسفل ثم سنة أخرى، سنة الثالثة ننزل بها إلى أسفل. شفتوا هذا حرف السين، حرف السين. هذه الطريقة الصحيحة لكتابة حرف السين، بدناها بالسنة. لو ننزل نترك السطر وننزل السطر اللي بعده، سنة نفس الشيء، السنة الثانية هيك نطلع بها بعدين ننزل، السنة الثالثة خيرها ننزل بها إلى أسفل باتجاه اليسار ونقفلها بالشكل هذا. إذا السين كم فيها سن؟ ثلاثة أسنان، السن الأولى الثانية الثالثة، هذه سموها السن اللي هي الخط الصغيرة. هو فهنا هذه طريقة كتابة حرف السين بشكل صحيح. نكمل وشوفوا كيف كتبناهم، كتبناهم منظمات أسفل بعضهم ونفس الحجم. باش أنت تكتب منظم لازم تراعي إن الحجم يكون متشابه، الفوق اللي فوق تشبه اللي تحت وهكذا. هذا حتى تعلمك الترتيب وسطر بعد سطر. نجو سنة نطلع بها السنة الثانية، السنة الثالثة إلى أسفل باتجاه اليسار، حرف السين. آخر واحدة سنة، والسنة الثانية نطلع بها بعدين نتجه لليسار، السنة الثالثة ننزل بها أسفل ونقفلها في النهاية بالشكل هذا. هذا حرف السين، هذه رسمة حرف السين بطريقة صحيحة. إذا لابد أن زي ما نتنطن نقرأ الحرف حركاته ومدوده بشكل صحيح، لابد أن نتقن كيفية كتابة الحرف. هذا الحرف مجرد بدون حركات بدون مواضع، الحرف كحرف اسمه حرف السين، اسمه حرف السين. كمل. توا بنجي لمواضع السين. كل حرف عنده موضع، في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. طبعا حنعطي كيفية كتابة الحرف مفرد بدون كلمة، يعني الحرف لما يجيك في أول الكلمة شكله، لما يجيك في وسط الكلمة كيف يجيك الأشكال،
ولما يجيك في نهاية الكلمة املأ بالشكل هذا ومسطرة، نجي في بداية السطر سين ومتصلة بما بعدها. طبعا السين دائما في أول الكلمة كل الحروف ما عدا الحروف الحرة تتصل بما بعدها، هذا لما تأتي في أول الكلمة. والحروف الحرة شرحناها المرة اللي فاتت، الألف والدال والذال والراء والزاي والواو، دائما لا تتصل بما بعدها لكن تتصل بما قبلها، لكن في أول الكلمة الحرف يتصل بما بعده ولا يتصل بما قبله، لأنها بادية، هي الكلمة بادية بهذا الحرف. فالسين هنا متصلة لأن السين حرف غير حرف، لابد أن يتصل بما بعده في بداية الكلمة. في وسط الكلمة الشكل هذا تتصل بالحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، هذا على حسب الكلمة، أو تتصل بما بعدها ولا تتصل بما قبلها لأن ما قبلها حرف حر. يعني هذا طريقتين أو شكلين تأتي بهم سين في وسط الكلمة، وحنعطوا عليهم أمثلة في سياق الدرس. سين في آخر الكلمة عندما تتصل بما قبلها، هنا متصلة بالحرف الذي قبلها، وبشكل هذا عندما لا تتصل بما قبلها، هذا هنا السين سبقها حرف حر. إذا هذه أشكال كتابة الحرف، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. إذا في أول الكلمة تأتي بشكل واحد، بس إن هنا بشو بتكون الحركة هي اللي بتختلف، أحيانا بتجيني بالفتحة سا كسرة سي أو ضمة سو، بينما وسط الكلمة يا إما تتصل بما قبلها أو بعدها، أو تتصل بما بعدها ولا تتصل بما قبلها، نفس الشيء في آخر الكلمة. إذا هذه طرق كتابة الحرف في شكل الحرف، يعني لما تعطيك كلمة ناقصة حرف تعرف وسط الكلمة كيف تكتب، وفي آخر الكلمة كيف تكتب، وفي أول الكلمة كيف تكتب. كمل. نجو لأمثلة اللي موجودة في الكتاب، طبعا أعطيك ثلاثة أمثلة في الكتاب هي اللي حتمشي عليها، وبعدها حنتوسع أكثر، نعطي أمثلة أكثر. مثال الأول أعطيهولي، سيارة، سيارة، هنا السين في أول الكلمة، مسمار، مسمار، هنا مسمار، المسمار طبعا السين في وسط الكلمة ساكنة، مسمار، مسمار، هنا السين جاءت متصلة بما قبلها وما بعدها. مثال ثالث، رأس، رأس، سين جاءت في آخر الكلمة غير متصلة، رأس، رأس، إذن سيارة، مسمار، رأس. هذه أمثلة الكتاب، إذن هذه الأمثلة هي أمثلة الكتاب. نكمل. نجو توا لكلمات تبدأ بحرف السين، كلمات تبدأ بحرف السين. الكلمات هذه حتزيد من رصيدك اللغوي، يعني حيكون عندك أكبر عدد تعرفه من الكلمات التي تحتوي أو تبدأ بحرف السين. نبدأ في أول كلمة، سجادة، سجادة، سجادة الصلاة، سجادة تبدأ بحرف السين. هذه سمكة، سمكة، لاحظوا أنا لما نقرأ كلمة حاولوا تتهجها معي لأن أنت حتستفيد هنا وحتبدأ في التهجئة. سمكة، سمكة. كلمة اللي بعدها، سكين، 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 هذا صورة سلم، سلم. إذن هنا كلمات تبدأ بحرف السين، سجادة، سمكة، سكين، سلم، هذه كلها كلمات تبدأ بحرف السين، شتني بالفتحة بالكسرة بالضمة على حسب الكلمة. كمل.
حرف السين مع المدود، حرف السين مع المدود، كل الحروف تأتي مع المدود الثلاث، بالإضافة إلى حرف السين اللي هو درسنا اليوم. المدود اللي هي المدود ثلاثة أنواع، مد بالألف بالياء بالواو. طبعا في المدود عندي مد وممدود، المد اللي هو الحروف الثلاث، بينما الممدود هو أحد الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء، فهذا نسموه الممدود. لما بيكون ممدود بالألف يعني يجي بعد مد بالألف، تكون حركة الممدود فتحة. عندما يكون الممدود مثلا بالياء تكون حركته كسرة، عندما يكون الممدود بالواو تكون حركته ضمة مع اختلاف الحرف. بما أن حرفنا اليوم اللي هو السين، فبالفتحة بيكون س، بالكسرة سي، بالضمة سو. إذن المدود ثلاثة، مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. إذن هذه ثلاثة مدود. يلا ناخذ المثال الأول على مد بالألف. تمساح، تمساح. هنا المد السين في وسط الكلمة، مد ممدودة بالألف، تمساح. مد بالياء، هذه خيرها البنية، تسير، تسير. السين ممدودة بالياء، أحسنتم. مد بالواو، هذا سوق، سوق. السين ممدودة بالواو. إذن المدود ثلاثة، مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. المد بالألف السين حركتها فتحة، فتحة. المد بالياء السين حركتها كسرة، والمد بالواو السين حركتها ضمة. وهذه السين هنا شنو تسمى؟ ممدودة، تسمى الممدود. والمد الحروف المد الثلاث، إذا مد وممدود، هذه المدود تحتوي على مد اللي هو الحروف الثلاثة ألف واو ياء، والممدود الحرف الذي يسبق المد. كمل. بنقول مواضع الحرف في الكلمة، مواضع الحرف في الكلمة. خدينا شكل الحرف في وسط الكلمة، في أول الكلمة، في آخر الكلمة. أو حناخد بالأمثلة، يعني كل الحرف السين لما يجيك في أول الكلمة، أمثلة ثلاثة، أمثلة بالحركات الثلاث زي ما قلنا، في وسط الكلمة عندما يكون متصل وغير متصل، وفي آخر الكلمة نفس الشيء عندما يكون متصل وغير متصل. وطبعا هذا حيزيد في رصيدكم اللغوي. نبدأ. أول شيء عندما يأتي الحرف في أول الكلمة، لما بيجيك السين في أول الكلمة، يلا بيجيك بالفتحة سا، بيجيني كسرة سي، ضمة سو، سا سي سو، سا سي سو. هذا وضعه في أول الكلمة، ثابت شكل السين ما عدا اختلاف الحركة، سا سي سو. نشوفوا الأمثلة. لما ساء، أحسنتم، ساعة، سين جاءت في أول الكلمة، ساء، ساء، ساعة، ساعة، سي كسرة، سنجاب، سنجاب، سين مكسورة في أول الكلمة، سنجاب، سو، سور، سور، سين مضمومة في أول الكلمة، إذن سا سي سو، سا سي سو، ساعة، سنجاب، سور. إذن هذا وضع الحرف في أول الكلمة. يجيني بثلاثة أشكال، بالفتحة، بالكسرة، بثلاثة حركات، فتحة كسرة ضمة، بينما الشكل ثابت بنفس الطريقة. كمل. الحرف في وسط الكلمة، قلنا في وسط الكلمة يا إما بيكون غير متصل أو متصل بما قبله، إذا غير متصل بما قبله ومتصل بما بعده، أو متصل بما قبله وبما بعده. إذا هذا طريقتين يكتب فيها الحرف، وعطيتهم. طب نشوف الأمثلة عندما لا يكون متصل بما قبله.
أسد، السين في وسط الكلمة غير متصلة بالألف لأن الألف حرف حر. إذا أنت يكون الحرف غير متصل بما قبله عندما يسبقه أحد الحروف الستة الحرة ألف دال ذال راء زاي وواو. إذا السين هنا في وسط الكلمة غير متصلة بما قبلها. نجور السين في وسط الكلمة عندما تتصل بما قبلها وبما بعدها. سورة خنفساء، السين هنا ونجد في وسط الكلمة، هنا تبعت اتصلت بالفاء واتصلت بالألف اللي هو المد. خنفساء، إذا شفنا السين في وسط الكلمة تكتب بطريقتين، غير متصلة بما قبلها لأنه حرف حر، ومتصلة بما قبلها لأن حرف متصل. طبعا ودائما في وسط الكلمة تتصل بما بعدها، إذا في وسط الكلمة دائما تتصل، في آخر الكلمة لا تتصل لأن خلاص ختموا بها الكلمة. إذا أسد، السين في وسط الكلمة. قنفساء، السين في وسط الكلمة. كمل. آخر شيء في مواضع الحرف في الكلمة اللي هو الحرف في آخر الكلمة. الحرف لما بيجيني في آخر الكلمة بيجيني بطريقتين، متصل أو غير متصل، بالشكل هذا متصل أو غير متصل بما قبلها. شوفوا الأمثلة، عندما يكون غير متصل هذه سورة شمس، شمس، إذا السين متصلة بالميم بالشكل هذا، إذا هذا السين متصلة بما قبلها لأنه غير حرف غير حر، إذا هنا أو هو حرف متصل. شمس، سين متصلة. الوضعية الثانية في آخر الكلمة غير متصلة بما قبلها، فأس، فأس، هني السين خيرها غير متصلة بالألف، علاش؟ لأن الألف حرف حر. إذا ميزنا أمتى تتصل وأمتى غير لا تتصل، أي حرف يتصل بما قبله عندما يكون الحرف متصلا، ولا يتصل بما قبله عندما يكون الحرف الذي قبله حرف حر. حروف الحرة قلناها مع بعض ستة، ألف دال ذال راء زاي وواو، ديما هذه نحفظها ونركز عليها باش نعرف أمتى نكتب الحرف متصل وأمتى نكتبه غير متصل. وهنا نكون تعرفنا على مواضع الحرف الثلاث، في أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة بالأمثلة والتوضيح، وإن شاء الله يكون واضح الدرس. إذا هنا السين في آخر الكلمة غيرها، أحسنتم، غير متصل. أنطق، عندي مجموعة كلمات حنتعلم نطقها. سفينة، سفينة، نشوفوا السين في أول الكلمة بقى، يلا نشوف كيف ننطقها. سفينة، 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 هني الفاء ممدودة بالياء، لاحظوا المد يتبع الممدود لأن قلنا هو حركة للحرف، المدود حتى هي تعتبر حركات إلا أن هي طويلة، يعني ما تقدرش تشيلها من على الحرف، يعني دائما تتبع الحرف. سفينة، 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 هنا السين أو حرف السا في أول الكلمة بالفتحة. سفينة، سفينة، كمل. الكلمة الثانية سفينتان، سفينتان، نتهجاها سفينتان، هنا الفاء ممدودة بالياء والتاء ممدودة بالألف. سفينتان، سفينتان، سفينة مفرد، سفينة واحدة، سفينتان اثنان، سفينة نتاني، إذا هنا في حاجة اسمها مفرد تدل على شيء واحد، مثنى تدل على اثنان، وتوا حنشوفوا الجمع بيدل على ثلاثة أو أكثر، إذا سفينتاني، سفينتاني، كمل. سفن،
سو فو نون. سفينة واحدة مدلة على مفرد، سفينة ثاني مثنى مدلة على اثنان، سفن جمع وهو ما دل على ثلاثة أو أكثر. إذن هذه قاعدة المفرد والمثنى والجمع عاطينها لكم في الكتاب، يعني لازم نركزوا لها وتوضحها المعلمة. سفينة واحدة، سفينتان اثنان، سفن ثلاثة أو أكثر، مفرد مثنى جمع. سفن سو فو نون، سو فو نون، سفن سفن. إذن سفينة سفينة، سفينتان سفينتان، ونوضح المد. سفن سفن سفن. كمل. أستمع وأردد. يلا استمع وردد معاي. طب هناخد الحروف الحرف السين بالحركات، يلا مع بعض. بالفتحة سا سا، بالكسرة سي سي، بالضمة سو سو، بالسكون أس أس. لاحظوا هنا ضفت في النطق لأن الساكن لا ينطق لوحده ولا يكتب لوحده، زي هو زي المد. سا مع بعض، سي سو أس، سا سي سو أس. أنطق الحرف بطريقة صحيحة. أنطق وأميز. طبعا أنتوا أخذتهم سا سي سو أس، هني مرتبات، أنا توا ما عادش نبيهم مرتبات، نبي الحرف لما نعطيولك بالفتحة كيف تنطقها، لما نعطيولك بالضمة، لما بالسكون، لما بالكسرة، يعني تتعلم تميز الحرف على حسب الحركة التي أعطيت معه. يعني مش شرط إنك راهو هو أنت مش أرقام تركب بهم، لا، هذه حروف حرف بالحركات. لما بيجيك بالضمة مش هتقرأ بالفتحة، ولا لما يجيك بالكسرة بتقرأ بالسكون، لا، هتقرأ الحرف على حسب الحركة أو التشكيل. هنا لما يكون بالفتحة سا سا، لما يكون بالضمة سو سو، لما يأتي بالكسرة سي سي، لما يجيني بالسكون أس أس، يلا بالضمة سو سو، بالكسرة سي سي، بالسكون أس أس، بالفتحة سا سا. إذا هنا الحرف مش مطلوب مني إني نحفظها بالترتيب، لا، مطلوب مني إني نتعلم كيف ننطق ونميز الحرف على حسب التشكيل الموجود فيه، اللي هي الحركة، سواء كانت فتحة أو كسرة أو سكون أو ضمة، على حسب الحرف وعلى حسب الحركة اللي جت معاه. إذا نراجع، سا سي سو أس، هنبدأ تنازلي في أنطق وأميز، يلا، أس سو سي سا. إذا هنا وضحت الحرف بدون يعني ما نذكره بالترتيب. كمل. يلا طول الحرف بالحركة والمد، لما يبدأ بمد بالألف وفتحة سا، لما يبدأ يلا ننطقوه كحركة قصيرة وننطقوه كحركة طويلة، يلا سا قصيرة طويلة سا. إذا فهمناها يلا نقول قصيرة بعدين نقول طويلة، قصيرة سا، طويلة سا. إذا القصيرة عرفناها اللي هي الحركات الثلاث، فتحة كسرة ضمة، الطويلة مد بالألف بالواو والياء. يلا بالمثال اللي بعدها، يلا بالمد بالواو والضمة، يلا قصيرة سو سو، يعني علاش قصيرة في سما تنطقها بسرعة، سو سو، مد بالواو سو سو، يلا سو قصيرة سو، طويلة سو. كمل. سي سي، أنا هنا كسرة مد بالياء، يلا لما تكون قصيرة سي، قصيرة سي، طويلة سي، طويلة سي. إذا يلا نقروهم بالحركات القصيرة، بعدين نقروهم بالمدود، بعدين نقروهم الحركة والمد، الحركة والمد.
سا سي سو سا سي سو بالمد سا سي سو يلا مع بعض نراجع قصيرة وطويلة يلا سا سا سي سي سو سو إذا هذا حرف السين مع الحركات مع المدود كيف تعلمنا كيف ننطقه بنطق سليم لما يأتيني في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة الأمثلة أعطيناهم ورجعنا كيف نكتب الحرف بطريقة صحيحة وكيف نرسمه إذا هذا حرف السين. وهنا نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم تلاميذنا الأعزاء تمنياتي لكم بالتوفيق والاستفادة انتظرونا في الحصص القادمة مع تحياتي المعلمة أحلام الورفلي.